لماذا؟ ما هو السبب لمجيئكم اليوم برفع الأصابع؟ لينا مشاهدة فيلم وثائقي لشخصية حنابعل. من هو حنابعل؟ هل هو شخصية خرافية؟ لا. أمنا هو شخصية حقيقية وهو قائد جيش قرطاج. قائد جيش قرطاج. بما أنه قائد من حارب من خاض حروب أو من ارفع صوتك. لقد خاض حنابعل حروب. كم عدد الحروب التي خاضها؟ ثلاث حروب. ضد من؟ ضد من؟ بقية الأصابع. محمد. ضد روما. ضد روما. الحرب الأولى متى بدأت؟ فرضياتنا. متى بدأت؟ نسي. 264 قبل الميلاد إلى 241 قبل الميلاد. أحسنت.